السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الأعزاء بفيديو تعليمي جديد. اليوم هنعمل مع بعض مجسم من عجينة السكر نزين فيه كيكة عيد ميلاد لعمر السنة. المجسم لشخصية كرتونية محبوبة جدا عند الأطفال. وضحت خطوات عمل المجسم بشكل مفصل، لا يحتاج إلى شرح كثير، كل شيء واضح بالفيديو. أتمنى لكم متابعة ممتعة.
أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو. شكراً على المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد.